ما تخليش الفتي يستفزك وتقرر تعدل السلوك. اوعى تدخل في النقاش اللي داير في الكنبة الأخيرة في الميكروباص واللي فيها واحد بيحاول يقنع ال14 راكب إن عادل إمام عاوز يدفع ديون مصر كلها مقابل إن صورته تنزل على الجنيه. هتلاقي نفسك دخلت الدوامة اللي مش هتخرج منها غير وانت بتقول على جنب يا اسطى مع انك مش نازل هنا. حاول ما تفتيش، حاول تبقى صريح مع نفسك. اللي فاتوا قبلنا اخدوا ايه؟ مكانتك الاجتماعيه مش هتكسبها بادعاء المعرفه. لو عارف قول، كون الشخص اللي بيقول معرفش على اي حاجه حتى لو كان عارفها. اشتري سلامك النفسي، كلمه معرفش بتريح، ولو استمريت عليها شويه هتبدا تكتشف ان محدش بقى يطلب منك رايك في اي حاجه لانك دايما بتقول معرفش، وبالتالي محدش هيعتمد عليك في حاجه، وبالتالي كل وقتك هيبقى لنفسك فقط والقريبين منك. هتلاقي نفسك بتعيش خفيف خفيف، لا بتاذي ولا بتتاذي، لا ضرر ولا ضرار. سيتغير العالم من حولك، تصبح في الوضع الذي رغبته دائما. قاعد معزز مكرم بتشرب كوبايه العصير في اوضه الضيوف ووشك رايق ومفيش دهان من السقف مغطيه لمجرد انك قلت لا والله انا ما بفهمش في المراوح.